بعد عودة المنتخب القومي من أديس أبابا خاسراً بنتيجة 4-2 أمام منتخب إثيوبيا في بطولة إفريقيا، وتحديداً يناير عام 1962، تعرض اللاعبون لحملة شرسة مفادها أنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية واستهتروا بأحلام الجماهير. ونال صالح سليم الجزء الأكبر من الانتقادات بوصفه رئيساً للفريق أو الكابتن، وكان يرى أنه لم يحقق أي شيء من كرة القدم في ظل حالته المادية التي كانت غير مستقرة بسبب تركه لعمله في هيئة القناة لتضارب مواعيد النبطجيات مع موعد مران النادي الأهلي، وانتابته حالة زهد في كرة القدم، وقاطع المران لفترة قبل أن يعيد حساباته بعد تسلمه خطاباً من النمساوي فريدز بيمبل المدير الفني الأسبق للأهلي في الفترة من 1955 حتى 1962. جاء خطاب فريدز يحمل طوق النجاة لصالح سليم من حالة الاكتئاب التي أصابته بسبب الظروف المحيطة بكرة القدم آنذاك، عندما عرض عليه المدرب النمساوي اللعب لنادي جراتس جاك في الدوري النمساوي الممتاز وهو قد تخطى 30 من عمره، لتصبح فرصة المايسترو لإثبات أنه ما زال قادرا على العطاء وصناعة الفارق رغم الهجوم الشرس. وافق صالح سليم على خوض تجربة الاحتراف في جراتس مقابل 5000 شلن، أي ما يعادل 100 جنيه مصري، بخلاف تحمل النادي النمساوي لتكاليف الإقامة والمأكل والمشرب في النمسا. وجاء هذا العرض في ظل تعاقد الأهلي مع كل لاعب مقابل 10 جنيهات سنوية. عقد جراتس النمساوي مؤتمرا صحفيا في فندق دانيال أعلن خلاله انضمام صالح سليم بعقد مدته 4 أشهر، وأبهر اللاعب المصري الأول الذي يخوض تجربة اللعب في الدوري النمساوي الصحفيين هناك بلباقته وإجادته التامة للإنجليزية والفرنسية والإيطالية. وحينها كتب صالح خطابا في يوم 19 من أبريل عام 1963، قال فيه: كل شيء يسير على خير ما يرام، أنا أقيم الآن في فندق جراند أوتيل ميسلير، وهو من فنادق الدرجة الأولى، وأنزل في غرفة ملحق بها حمام صغير ودمها خفيف جدا، ويقوم نادي جاك بدفع جميع التكاليف من مبيت وأكل وخلافه، وكذلك فقد منحني نفقات أخرى للنمسا علاوة على 5000 شلن التي أتقاضاها شهرية، وكنت في الأيام الأولى لوجودي في النمسا كالطالب الذي يستعد لدخول امتحان مهم يعرف الأسئلة ولا يعرف المدرسين، وكان يعرف أن الكثيرين ينتظرون في لهفة نتيجة هذا الامتحان، خاصة إداريي نادي جاك، فقد سمعوا عني الكثير من فريدز ومن الصحف ومن بعض لاعبين النمسا الذين زاروا القاهرة العام الماضي. وموقف النادي في دور الدرجة الأولى لا يطمئن ويحتل المؤخرة، ولا فخر ومهدد بالهبوط، وما كدت أصل وأجد نفسي محل حفاوة كبيرة ومعقد آمال إداريي النادي وجمهوره، حتى شعرت بالمسؤولية تتزايد وبأن علي أن أفعل الكثير لأرد للنادي بعض حقوقه ولأحقق لفريقه آماله. داومت على المران المنتظم واشتركت في المباريات الودية التي رتبها النادي ليجرب لاعبيه في تشكيلهم الجديد، وأنا معهم كمتوسط هجوم، ومع أن اللعب كان أسرع مما اعتدت عليه في القاهرة إلا أني تمكنت من أن أبدو في مستوى نال الإعجاب وجعلني أشعر بأنه يمكنني أن أثبت لجمهور النمسا أن في سوق الكرة في جمهوريتنا مصر لاعبين ممتازين وأن عندنا كرة قدم. لم يأخذ صالح سليم وقتا للتأقلم وإظهار قدراته الفنية، ففي أولى مشاركاته بقميص جراتس أمام فريق كلاجنفورت سجل 4 أهداف بمفرده أو سوبر هاتريك، وانتهت المباراة بنتيجة 14-1، صنع منها أيضا 6 أهداف منها 3 أهداف لزميله المهاجم اليوغوسلافي زيكوفيتش. وقال صالح عن تلك المباراة: فوجئت بكل الطلبة المصريين والعرب الموجودين قد استأجروا أتوبيسات وأتوا بالرق والطبلة يهتفون بنفس الطريقة المصرية صالح صالح. رفع ذلك من روحي المعنوية
وجعلني أشعر بأن لي في الملعب ظهراً أستند عليه، وبالفعل استطعت أن أحرز 4 أهداف وأصنع 6 أخرى، وفزنا بجدارة 14-1. لعب صالح سليم 8 مباريات سجل خلالها 7 أهداف، ولم يخسر فريقه سوى مباراة وحيدة في وجوده، وأنهى الدولي في المركز السادس بدلاً من مصارعة شبح الهبوط. واحتفل رئيس نادي جراتس بالمايسترو وأهداه قداحة ذهبية، لكن صالح كان يفكر في الأهلي. وعقب انتهاء الموسم سافر صالح سليم إلى إيطاليا لقضاء فترة علاج من تمزق في عضلة الساق اليسرى، وهناك طلبه نادي لاتسيو للمشاركة في فترة الإعداد خلال يونيو عام 1963، ولكنه رفض استجابة لنداء الأهلي بعدما تلقى خطابا من السكرتير العام للنادي آنذاك أمين شعير يطالبه بإنقاذ مسيرة القلعة الحمراء الكروية في ظل تراجع النتائج بعد رحيله. عرض الأهلي على صالح سليم العودة للعمل مساعدا للمدرب اليوغوسلافي المخضرم ليوبيسا بروشيتش، والذي تولى تدريب الأهلي ومنتخب مصر وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأيندهوفن الهولندي. كما عاد لرئاسة الفريق أيضا رافضا الاستمرار في أوروبا لتلبية نداء بيته الأول النادي الأهلي. Bella, 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 bella